الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم، الله عز وجل خلق 100 أمة، قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي يمشي في يوم القيامة لا لم يتبعه أحد، ونبي رجل معه فقط آمن به رجل وآخر آمن معه آمن به رجلان وآخر 3 و5. قال فرأيت سوادا عظيما، يعني عددا عظيما قد آمنوا بنبيهم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. قال ثم رأيت سوادا عظيما، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فخاض الناس في أولئك. من أولئك الذين سوف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 70,000. الله عز وجل اصطفاهم وجعلهم تلك المنزلة العليا والكرامة العظيمة. فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال آخر الذين لم يسجدوا لغير الله. ثم خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يتكلمون، فقال صلى الله عليه وسلم واصفا 70,000: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر أناسا تميزوا بقوة علاقتهم بالله عز وجل، بقوة إيمانهم، بقوة صبرهم. هم الذين لا يسترقون، الرقية جاءت النصوص بجوازها وجاءت الشريعة ببيانها، حتى أن يعني ثبت عن أحد الصحابة أو الصحابة كانوا في سفر فطلبوا ضيافة من قوم أو قرية فأبوا، فلدغ سيد الحي فذهبوا إليهم، فجاء رجل وقرأ عليه الفاتحة فشفي. فقال صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، لكن القرآن كله رقية. كوني أنا أبحث عن إنسان يقرأ علي، هذا جائز في الشريعة لا حرج فيها. هذا يقرأ علي أب أم أحد متخصص لا حرج في ذلك، ولكن هنا لابد أن أبحث عن صاحب التقوى، صاحب التقوى، لأن هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن لابد أن يكون تقيا، يكون مؤمنا نقيا محافظا لما سيرى. إذن لابد أن أختار الشخص المناسب في الرقية، لابد أن أتحرى. المشكلة عند البعض يسمع عن فلان فيذهب إليه، طيب هل تعرف دينه؟ هل تعرف أخلاقه؟ من وصفه لك؟ من دلك عليه؟ لربما يتعامل بالشعوذة والسحر وما إلى سوى ذلك. فلابد أن نتحرى، لابد أن نتحرى قبل أن نذهب إلى ذلكم الراقي. هم الذين لا يسترقون، من أوصاف أولئك لا يطلبون بل يتوكلون على الله عز وجل. لكن لو مثلا هذا الإنسان الذي لا يبحث عن راقي، لو كان نائم في المستشفى وغير ذلك، فجاء رجل وقرأ عليه لا حرج، يكون في ضمنه بإذن الله عز وجل. لا يسترقون بمعنى أنه يتوكل على الله وهو يقرأ على نفسه، هو يرقي نفسه. أذكار الصباح، أذكار المساء، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، المعوذات، الفاتحة، ويرقي نفسه، لا يحتاج لأحد، المهم قراءة القرآن، هو قرأ أم غيره. هنا قوة التوكل، حسبنا الله قد تعلق القلب بالله فهو يكفيه. لا يسترقون ولا يكتؤون، الكوي علاج معروف،
وإن كان بعضهم قال أنه كراهة لكنه علاج. فمن أوصافهم لا يكتوي مهما كان به المرض، لا يبحث عن من يكويه في مرض معين، لأن هذه خبرة عند البعض يعرف أين يكوي ذلك المريض، فبإذن الله عز وجل يكون قد شفيه. ولا يكتوون ولا يتطيرون. التطير مشكلة، هذا التشاؤم. التشاؤم يبتلى به البعض، يعني عند الجاهلية كانوا يتطيرون بالغراب الأسود، والطير إذا أخذ يمين أو أخذ شمال له حكمه عندهم، وإذا رأى قطة سوداء، وإذا رأى شيء معين، وإذا رأى رجلا قبيحا أو دميما أو رأى شيئا أو حادثا كان يتطير ويتشائم. ديننا يدعونا إلى التفاؤل، ولا نربط ذلك بأشخاص ولا بأوصاف ولا بحيوانات ولا بغيرها. ولا يتطيرون، البعض لربما يمشي في طريق فرأى حادث قال هي هذا اليوم يوم نحس ولا يجوز سب الدهر ولا الأيام، لكن هذا من التطير عند البعض والتشاؤم، فيجعل ذلك اليوم يوما متشائما فيه، وهذا خلاف الدين وخلاف ما حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى حادثة أو رأى شخصا أو التقى بشيء فيتشاءم ويصيبه الاكتئاب وما إلى سوى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ذلك من التشاؤم، ولذلك إن شعر به الإنسان فماذا يفعل؟ أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قل من يسلم في ذلك. طيب ماذا يفعل؟ يقول بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. سبحان الله، الله سيذهب ما في نفسك. أحيانا الواحد يسمع أن فلان مرض فيتشاءم، مدام فلان مرض لربما يصيبني أنا، فلان صاره يعني ذلك المكروه لربما بعد ذلك أنا سيصيبني ذلك المكروه. تأتي بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وعلى ربهم يتوكلون، تعلقت قلوبهم أرواحهم بالله سبحانه جل وعلا. فمتى تعلق القلب بالله سبحانه جل وعلا فالله يكفيه. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما. والرسول صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مفهوم التوكل أن يتعلق القلب بالله سبحانه جل وعلا مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا، أسباب مأذون بها شرعا، أسباب المباحة. إذن يتعلق قلب الله ثم تبحث عن الأسباب، فيكفيك الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو ومن الذكر الوارد: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.